Hi everyone, hi beauty, j'espère que vous allez tous super bien. Donc me revoilà dans une nouvelle vidéo liée à Foundation Routine Day. Donc vidéo avait à beaucoup d'entre vous l'ont suggéré et normal taqbal ou mna lecharlechno anzelt fasret li ma YouTube. Malheureusement, donc l'yoma 4 qdem la caméra ou raoutelkom. C'est une foundation routine très simple, mna hada lhajet li ana stamata un kolom drugstore ou accessible à neskol. Habit nqolelkom zeda fi vidéo avait inchallah Ramadan kom مبروك وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وحبيت زيد نقول لكم اللي انا ان شاء الله في الشهر هذا يوم تاع رمضان كل يوم باش نهبط اون نوفيل فيديو مع الاربع نتاع العشيه نون سولمون على خاطر انا وعدتكم البيريود الاخرانيه باش نهبط دو فيديو شاك سيمين مي مالوروزمون ما خلاتش دونك حبيت جو مي راتراب وكل شيء مي سورتو زيد على خاطر حبيت نقصر لكم النهار نتاعكم وكل باش هكاك عندكم معناها اون نوفيل فيديو تقصروا بها النهار وتقصروا بها سيام وكل شيء وسورتو تعملوا جو معايا دونك فوالا مي بيوتي Si vous êtes intéressé de découvrir les étapes de la Foundation Routine Mtei, au maille. Donc, هذا هو واجب ليش فان دو تام ليش حد شيء هذا هو براتيكمون واجب لي ويكاند كيما نخرج ولا تو سامبلومون كل يوم في الدار من بعد القرايه والخدمه دوك ما نروح نحي كومبليتمون الفان دو تام والمكياج وكل شيء باش هكاكا جو مو روتروف و تو سامبلومون على خاطر نحس روحي هكايا بلوز اليز دون ما بو دونك الفونديشن روتين نتاعي هذايا نعملها في القرايه نعملها في الخدمه نعملها في الخارجه نتاع كل يوم نعملها للي شوتينغ وكل شيء دونك هي تعمل ان تي كاموفلاج ou que les imperfections et surtout rendit les cernes ou que chai mais surtout elle embellit mon visage fait le col chai mon air fait ça ou col ou tout moi vous avez la preuve hâte de ça ou le mettez sur Instagram ils n'ont jamais été photoshopés juste à part les quelques-unes à l'Iran ou Rambi les photographes ou ni fi Allemagne ou la fitoun donc taïka passant le première étape pour lier l'application d'un fond de teint qui n'a personnellement dit taïka amine stamp le fond de teint avec un tactico ma badal touche et il y a le smelter universal fit donc c'est un fond de teint basique sous 5 euros à la 6 euros au maximum star mal tout festif ou un bronzé avec une couleur de teint et une star fit avec un fêché ou t'as la période de la 6 au col la hache à l'état je m'y fie et un gel à peau mixte donc on a déjà fait la double action et il y a fond de teint ou en même temps hydratant n'habou à l'heure à l'heure de mes chers les choisir hache à finir les هذا نفي اللي ما يعملش إيفي ماسك وبالحق اللي فيه متاعو ياسر ناتشورال دونك بور لابليكي نحط كيما العادة شوية في يدي دونك لا كونتيتي اللي انا نحب عليها نحطها في يدي ومن بعد افيك مي دوا بيان سور سالتي دايا قبل ما نعمل ماكياج وكل شيء دونك نعمل دي بوانتيي ظهرلي فما دي فيديو اخرين وريتهم قبل وين نعمل في لابليكاسيون تاع الفون دو تان تاعي كيما في المورنينغ روتين وكل Donc, هذا هو انا كيفاش بالحق ديما نعمل دونك pour l'application du fond de teint انا ننصح كم باش تاخذوا ان pinceau synthétique pour la simple raison اللي هو يخدم اكثر tout ce qui est liquide ou كل شيء دونك ناخذوا la quantité اللي قعدت لي هوني ومن بعد جوست جيتال لو تو على الفيزاج نتاعي نعدي شوية au niveau des oreilles ou زادا surtout في le niveau نتاع النوك باش هكا كما نبداش فما une différence de couleur de peau في الوجه ou لقطي ou ذنيا table brush donc نخو اون ايبانج ولا ان بيوتي بلندر ومن بعد جوست نعطي ليبانج نتاعي على البلايص الكل في وجهي باش هكاكا كي نقعد فما اسباس ما فيش فان دو تان ولا في برشا برشا فان دو تان وكل بهذايا انا نمسحو باش هكاكا بور بيرفيكسيوني سورتو لابليكاسيون تاع الفان دو تان وزادا باش يظهر اكثر عندو ايفي ناتشورال حتى الفما دي فون دو تان اللي هما بالحق يعملوا ايفي ماسك وساعات يلصقوا هنا او نيفو نتاع لي نارين نتاع الغشم والا هوني وين فما شعر وكل ومن بعد يبدا مش مزيان حتى تف سورتو كان اللي عندكم خارجه وكل شيء انا بيرسونيلمون جي اورور من الفازيت هذوكم وكل دونك نزيد نقعد شويه معناها في الابليكاسيون تاع الفون دو تان تاعي
ou juste manière nahi هذوكم لي بتي ديفو. اون فوا كملت لي تاب هذيك دونك ناخذ ان انتي سيرم ونستعملو في لي سيرم نتاعي ونحطو زيدا في البلايص اللي انا نحبهم يظهروا اكثر ويكونوا اكثر الوميني. دونك انا كانتي سيرم نستعمل في سولوي دو ماناتان, حسيتو عنده ان افي اكثر ناتشورال بارابور للبو نتاعي للكولور دو بو نتاعي وكل. دونك اللون نتاعو كلاسيك بيج. هذيا سي اون بتيت مارك موجوده في لي دروغ ستور, ماهيش مارك كبيره ولا غاليه وكل. وانا personnellement مشيت معايا بالكدا وسورتو مع الفوند دو تان تاعي كيكو بالحق عطات ان افي ياسر ياسر طياره. هي بدا عندي تاريكا براتيكمون 8 شهور من اللي نستعمل فيها ديجا من سبتمبر عامنيو لوكال وبالحق نحبها على الاخر. دونك لي زاندوا اللي انا باش نحط فيها الكونسيلر تاعي هما هنا دونك تحت عينيا انسيت هوني في النيفو تاع ليفر سوبيريور ومن بعد كي جوست هوني شوية في الدقنونة متاعي ولا يتحب جوست شوية هكايا في خشمها. ومن بعد بيان سور نعاود ناخد البيوتي بلاندر متاعي ولا ليبانج متاعي ونحاول جي سامبل تو بوغ ان افي بلو ناتشورال وهكاكا يدخل اكثر من الفون دو تان ويخليلي البلايص اللي انا نحبهم يكونوا الوميني دونك اكثر فاتحين بارابور على الكولور متاع الفون دو تان معناها على الكولور متاع وجهي اللي هي متاع الفون دو تان. فوالا هذايا هو لو ريزولتا. دونك ديجا في الكاميرا ظاهر اللي هذايا ابيض بالكدا معناها فاتح بالكدا بارابور للتان اللي موجود هوني في النيفو نتاع الخطوط نتاعي من اللوطا وكل. دونك انا بيضت البارتي اللي تحت عينيا شويه هكايا في خشمي هوني او نيفو نتاع ليفر سوبيريور نتاعي وشويه في الدقنون نتاعي. كان انت عندك جبين نتاعك صغير وكل انا جو فو ريكوموند باش تحط شويه هكايا كونسيلر لهنا وكيف كيف تخدمو مليح مليح. مي تاريكا جو في باسي au contouring. Donc et moi personnellement normal anti contouring très très léger mais on est pratiquement mon rouge d'ailleurs hatataf pour la simple raison il y a une habe manière wajhi ma tbadal jumla من بعد ما نحي المكياج نحب نقعد انا بيدي. دونك كي نعمل فون دو تان ولا مكياج وكل نحب جوست نحلي وجهي من بعد في الليل كي نحي المكياج نلقى وجهي هو بيض ومش نتبدل على روحي كومبليتمون. pour faire un contouring نستعمل باليت نتاع NYX. دونك هي سي اون باليت باهية على خلينا تعجبني مش نورمال مي فما برشا برشا دي باليت اخرين اللي يبدا فيهم 3 كولور باغ اكزومبل ولا دي مارك اخرين كيما باغ اكزومبل لا مارك كاتريس لا مارك اسانس وكل. دونك هما زيد عاملين دي باليت نتاع كونتورينغ وكل اللي بالحق ياسر ياسر طياره. دونك انا اليوم اخترت هذيا. دونك تريكا باش نستعمل الكونتورينغ اللي هي افتح افتح كولور كي انا جو في ديسيني لو تري هذيا نتاع خدي باش هكاكا كاين وجهي يولي سكولتي مش جوست كاري وكل. Donc pour faire ressortir le creux hadaya donc ils ont une analogie encore. Et voilà. Donc l'application qui fait je tkoun moi juste fil khat. Donc ماذا بي كم البراش توصلوها حتى للشعر pour un effet encore plus naturel. هكيكا ما تبديش كاينك عندك جوست ستار يخرج في خدك وكل. دونك ماذا بيك كي تخدمو حتى للغاسين متاع شعرك من هنا من غير ما نعود ناخو البودر وكل جوست اللي قاعد لي باش نجي في النيفو متاع الدقنونة متاعي وباش نعمل شوية كهو. ونفسه هو بيدو من غير ما نعاود جملة. دونك نجي هوني في النيفو متاع لي راسين متاعي في الجبين ونعمل هكايا شوية هذا هو الكونتورينغ متاعي بالبودر. مانيش باش خليه كيما هكايا خاطر ظاهر على الاخر والمغان ظاهر مش نورمال معناه اللي نعمل كونتورينغ وكل. دونك ليتاب سويفونت هي باش ناخو براش اللي هي كبيرة على الاخر وباش نجي على هذوما اللي انا عملتهم وباش نبدا نخدم فيهم دون تال فاسون يولي الكولور نتاعهم اكثر ناتشورال ويكونوا ايتالي اكثر على الخط واكثر على لي غاسين نتاع الشعر.
Donc voilà, c'est le résultat. Donc عندي un teint اللي هو بالكونتورينغ léger mais en même temps عنده un effet naturel و بالحق ياسر مزيان. نعرفش يظهر بالقدا في الكاميرا ولا اما منك ليا بالحق ياسر ياسر مزيان. و انا personnellement من هارت اللي عملت لي زيتات هذوما عجبوني وليد pratiquement plutôt automatiquement كل يوم نعملهم للي شوتينغ للي سورتي وكل شيء. نرجع الباليت نتاعي وناخذ لا بودر فيكساتريس اللون نتاعها جوناتر شويه باش هكاكا زادا الكاموف لي سيرن نتاعي. دونك بور لابليكي نستعمل اون بتيت ايبانش ناخذ شويه لا بودر هذيكا وبعد جوست نحطها تحت عينيا بالضبط دونك سو فورم دو تريانجل الفورم تاع تريانغ. دونك كيما تشوفوا معايا لا بودر لون نتاعها ياسر ناتوريل سي فري لي يا جوناتر مي اون فوا انا بديت كمان صحه بلي بانج نتاعي هذيك الكبيره تولي بالحق على ناتوريل وبالرسمي الكاموف انكرويابلمون لي سيرن نتاعي وكل و سورتو تخلي كل البارتي لي ايلوميني في الوجه. انا بيرسونيلمون في الكونتورينغ نتاعي ما نعملش البودر هذيك من هنا كان كي تبدا عندي اون تيت سواري باش هكاكا يبدا الوجه بالحق سكولتي على الاخر. مي او كوتيديان جو مي كونتنت بال جوست نحط البودر هذيك في النيفو نتاع لي سيرن نتاعي باش هكاكا تعطي ان افي بلو ناتوريل مي زادا تبدا ماكيي سون ترو اتر ماكيي. ومن بعد بال البراش نتاعي هذايا دونك نمسح لو تو هكاكا يقعد البرونزر نتاعي من هنا البودر نتاعي معناها انتي سيرن من هوني وهذايا البارتي هذايا كول هتقعد ناتوريل. من بعد كي نعمل ان روج ليفر ولا اي حاجه بالحق يولي ياسر مزيان الوجه وياسر ناتوريل وحتى في الشارع في الضوء نتاع الشمس وكل انتيغي ماكش عامله مكياج جمله وما يبداش ملكز وكل شيء وبالحق هذيك احلى حاجه خاطر انا ديما نقول اللي المكياج معمول باش يزين ويحلي العبط مش باش يلبزو ومعناها يخيبو وكل شيء. وديما قد ما تعمل اقل مكياج ولا اكثر على ناتوريل المكياج نتاعك وكل قد ما وجهك يبدا ايلوميني وصافي ومزيان وبالحق تبدا محليك وسامبليسيتي هي اكثر معناها هي احلاش. دونك نتعدى للبلاش انا بيرسونيلمون في الفيديو هذايا باش نستعمل سيلفي دو مانهاتن دونك الكولور نتاعو ياسر مزيانه غوز بالحق على البونبون وكل عجبتني مش نرمال على خاطر هي الامبيز دو الوجه وتعطي هكا ان كوتي كوكيت وكل. دونك جوست ناخذ منها شويه جوست في النيفو هذايا ونعملها هكا بشويه وكل نحاول نخلطها شويه مع الكونتورينغ اللي انا عملته باش هكاكا كيف كيف تعطيني ان ايفي انكور بلو ناتشورال. وتوا اخر حاجه في الفونديشن روتين نتاعي واللي هي لابليكاسيون دان هايلايتر. دونك الهايلايتر نتاعي ناخذو بسويبي هكايا ومن بعد نجي جوست في لي بارتي هذوما اللي باش نوريهالكم ونحط فيهم الهايلايتر. دونك انا ما نكذبش عليكم الهايلايت نستعمله سورتو في الخارجيت ولا في شوتينغ خاطر هو يكابت الضوء ويجي ياسر مزيان في التصاور في لي فيديو كل شيء. مي او كوتيديان فما بنات يحبوه فما بنات ما يحبوش. انا بيرسونيلمون هو في شويه غليتر هذاك اللي يعجبني. البلايص اللي نحط فيهم الهايلايت نتاعي دونك هوني في النيفو هذايا اللي تحت عيني هنا هكايا كيما حطيت لكم في النيفو هذايا تحت حاجبي. دونك خاطر من بعد كي باش نعمل لابليكاسيون تاع المكياج نتاعي وكل دونك هو يلفا ايلوميني لا بارتي نتاع حاجبي تحتو مي سورتو يعمل كيما الديغراداسيون تاع الميك اب معناها ديغراداسيون تاع الاي شادو. سينون فما اللي يحبو فما اللي ما يحبوش نجم تحطوني في النيفو سوبيريور نتاع لي ليفر وشويه او نيفو دو ني. ومن بعد كيما العاده ناخذ البلاش نتاعي الكبيره وبها هي نخدم هذاك كله pour un effet encore plus naturel و بالحق تدخل مع لي كولور لخرين وكل. وهكيكا عندي ان تان بارفي ناتوريل و بالحق كاين معناها انا عامله برشا مكياج دابخي لي وريتهم كوم لي زيتاب وكل مي بالحق اون ديغي ماكش عامله حتى شيء حتى شيء. دونك
voilà mes beauties, هذه هي الفونديشن روتين نتاعي. سي ان مكياج تري سامبل كي نو بران كو 10 مينوت. توا خاطر باش نوريه لكم في الفيديو بتاتر خذلي اكثر وقت، مي اون فوا ابيتوي و سورتو تعمل وحدك قدام المرايه بالحق ما يخرج جمله وقت. سينو احسن حاجه فيه اللي هو معناها عندك انتر ناتوريل تري سامبل ا ابليكي، ياسر مزيان و صدقوني فوز الي افوار دي كومبليمون، خاطر قد ما تقلل من المكياج وقد ما تخدمه مليح وكل، حتى ولو تزيد درج ميسالش، اما التان تاعك مباديكا يولي بارفي ومزيان وإليميني وكل شيء. نقعد نستنى لي كومنتير نتاعكم، اسكو عجبتكم، عندكم شي دي سوجيستيون على حاجات اخرين اللي نتوما استعملتوهم وعجبوكم ومعناها فوم لي كونسيي وكل، انا نفرح على الاخر. سينو حبيت زاد نقول لكم بيسكو باش نعمل لكم كل يوم ان شاء الله اون نوفيل فيديو، انا عندي توت اون ليست، اما نحب زاد ناخذ لي سوجيستيون نتاعكم، دونك اما نحطوا لي ايديكم في لي كومنتير نتاعكم سو سيت فيديو دي سوجيستيون على دي فيديو اللي نتوما تحبوا تشوفوهم، خاطر انا نحب اللي نتوما تعملوا جو معايا وكل، ما نحب جوست لي زيدي نتاعي انا هما اللي نعملهم وكل. دونك نقعد نستنى لي كومنتير نتاعكم بلي سوجيستيون، وتوي كما قاعد كان باش نقول لكم ان شاء الله سيمكم مقبول، ان شاء الله يكون من اجلكم وصحة شريبتكم بالمسابق، و ادومان ان شاء الله دون اون نوفيل فيديو. باي باي.